قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها دالي، وبتكون مهووسة بالفن والإبداع، وبنعرف مع بعض إنها شغالة في معرض موجود في هولندا، ومن كتر حبها في الشغل بتفضل شغالة لثلاث أيام متواصلين. بس المديرة بتيجي تتخانق معاها وبتقول لها إن هي لازم تهتم بصحتها شوية وترتاح، وعلشان كده بتديها اليوم أجازة، وبتطلب منها ترجع للبيت تجمع قوتها من تاني، وبتعرفها إن بكرة عندهم حدث مهم قوي في المعرض، وده لان في فنان عالمي هيجي مخصوص علشان يزورهم. وبالفعل بنروح لتاني يوم، وطبعا دالي بتبقى جاهزه ومستعده بكل حماس لليوم ده، لكنها بتتفاجئ بالمديره جايه عندها وبتطلب منها تروح تستقبل الفنان من المطار علشان هي حصل لها ظرف طارئ. فبتوافق دالي طبعا وبتستعد علشان تروح للمطار، ومع مرور الوقت بتوصل هناك وبتكون شايله لوحه صغيره مكتوب عليها اسم جين، وده بيبقى اسم الفنان اللي هي مستنياه يوصل. وبالفعل بيجي شاب وسيم وبيقول لها ان ده اسمه، فبتعرف دالي ان هو ده الفنان وبيمشوا مع بعض. وفي الطريق للمعرض بيتكلموا هما الاثنين، وبتبدأ دالي تلاحظ حاجة غريبة من كلامها معاه، وما بتبقاش فاهمة ازاي فنان مشهور بالشكل ده بيتكلم بالعقلية دي، لحد ما بيعدي الوقت وبيوصلوا هما الاثنين للمعرض، وهناك بتبقى المفاجأة، وده لان جين ما بيكونش هو الفنان المشهور ولا حاجة. وبنعرف مع بعض ان حصل تشابه اسماء في المطار، وبنكتشف ان جين ده رجل اعمال وعنده فلوس كتير، لكنه مش مهتم خالص بالفن، وكل اللي همه هو ازاي يكسب فلوسه بس. فبتحاول دالي على قد ما تقدر تغطي على اللي بيحصل علشان موقفهم ما يكونش وحش في المعرض، لكن للاسف في النهايه بتحصل مشاكل بسببهم وبيضطردوا هما الاثنين. وطبعا دالي بتكون متضايقه جدا بسبب اللي حصل، وبترجع تاني للمطار يمكن جين الاصلي يكون لسه هناك، بس طبعا كل ده بيبقى على الفاضي. وبيحاول جين انه يخفف عليها ويقول لها ان اللي حصل مش ذنبها وانه بقى امر وقع وخلاص. وبعدها بتاخده دالي علشان تحجز له غرفه في فندق، وده لانه ما يعرفش اي حاجه في البلد دي. وبالفعل بيوصلوا الفندق وبيبدا جين في اجراءات الحجز، لكنه بيتفاجئ ان كل حساباته في البنك اتوقفت لان والده اتخانق معاه بسبب انه مستهتر وبيصرف فلوس على اي حاجه. فلما بتعرف دالي اللي حصل بتقرر انها تساعده وبتاخده معاها للبيت علشان يبات هناك النهارده. وتاني يوم يتصرف هو بمعرفته، فبيشكرها جين على الموقف ده، وبالفعل بيقضوا اليوم مع بعض في نفس البيت. وعلشان يحاول يرد لها جزء من اللي هي عملته علشانه، بيقرر انه يطبخ الاكل بنفسه علشان ياكلوا هما الاثنين سوا. وهنا بنكتشف ان جين طباخ محترف وبيقدر يعمل اكل بطريقه ممتازه، وطبعا دي بتبقى مفاجاه بالنسبه لدالي، خصوصا كمان لما بتدوق الاكل وبتلاقي طعمه جميل. وتاني يوم بيبداوا هما الاثنين يستعدوا علشان كل واحد يرجع لحياته الطبيعيه، وبيعرفها جين ان الموظفين بتوعه وصلوا، وبالتالي هو مضطر يمشي بقى علشان يرجع تاني لشغله. فبتوصله دالي بالعربيه بتاعتها، وفي الطريق بنلاحظ ان جين كل شويه بيبص لها وكانه اعجب بيها في الفتره الصغيره دي. ولما بيوصلوا بيكون جين خايف ان دي تبقى اخر مره يتقابلوا فيها، فبيعرفها انه قبل ما يسافر ويرجع تاني لكوريا هيبقى يجي يزور المعرض بتاعها علشان يشوفها مره تانيه. وقبل ما يمشي بيديها الساعه بتاعته وبيعرفها قد ايه هي غاليه عنده، وطبعا بيكون عامل كده علشان يخليها هي كمان حريصه على انها تقابله وترجع له ساعه. بس في نص اليوم بيكون جين واقف مع المساعده بتاعته وبيكتشف انه اصلا ما يعرفش عنوان المعرض بتاع دالي، فبيفضل يفكر معاها ازاي يوصل لها، وطبعا ما بيكونش فيه قدامه اي حل ومش عارف يعمل ايه. فبيحاول يدور عليها في كل مكان على امل انه يلاقيها او يعرف يوصل لها، بس للاسف كل ده بيكون على الفاضي، لدرجه انه بيفقد الامل في انه يلاقيها او حتى في انه يرجع الساعه بتاعته. ومع مرور الايام بنروح لدالي علشان نعرف ايه سر اختفائها بالشكل ده، وبنتفاجئ ان في نفس اليوم اللي هي سابت فيه جين للاسف استقبلت خبر وفاه والدها، وبالتالي كانت مضطره انها تسافر علشان تحضر العزاء وتحاول تنظم الشغل اللي والدها سابه وراه. ولما بتقعد مع محامي والدها بتكتشف ان الوضع سيء جدا وان المشاكل هتبدا تظهر في حياتها، وده لان والدها كان عنده معرض فني كبير قوي، لكنه للاسف كان بيتبرع بكل فلوسه للناس الفقيره علشان يساعدهم، وده خلى الديون تكتر عليهم لدرجه ان المعرض بقى حاليا معرض لانه يتقفل تماما. بس لان دالي عارفه قد ايه المعرض ده كان مهم لوالدها، فبتقرر انها تعمل كل اللي في ايديها علشان تحافظ عليه. وعلى الجانب التاني بنرجع لجين واللي بيكون حاليا في الشركه، ووالده جاي يتخانق معاه، وده لان جين كان مستثمر مبلغ كبير في معرض فنون على امل ان المعرض هينجح وهيحقق مكاسب كبيره، لكن للاسف صاحب المعرض ده بيكون مات، وبالتالي الفلوس اللي هو استثمرها راحت على الفاضي. فبيوعده جين انه هيرجع الفلوس مهما حصل وانها بقت مسؤوليته خلاص. وهنا بيلعب القدر لعبته، وبنكتشف مع بعض ان المعرض ده يبقى هو المعرض بتاع والد دالي، بس طبعا جين ما بيكونش عارف حاجه زي دي، فبيروح للمعرض هو والرجاله بتوعه علشان يرجع الفلوس اللي كان والدها مستلفها منه. فبيدخلوا للمكان وبيؤمر رجالته يفضلوا قاعدين وانهم مش هيمشوا غير لما ياخدوا الفلوس. وبعد دقايق بتدخل دالي للمكان، وطبعا ما بتكونش متوقعه ان في مفاجاه مستنياها، لحد ما بتشوف جين وبتعرف ان هو اللي مدين معرض والدها. وطبعا هو اول ما بيشوفها بيتحرك بشكل كبير وما بيكونش مصدق ان الصدفه جمعتهم بالشكل ده. ولما بيقعدوا يتكلموا مع بعض بيكون جين مبسوط لانه اخيرا قدر يقابلها، بس طبعا بيداري ده وبيفضل يتعامل معاها باسلوب بارد شويه، وبيقول لها كمان ان علاقتهم عباره عن شغل وبس، وانه عايز الفلوس
الفلوس اللي والدها كان مستلفها منه، وبيحذرها ان الفلوس لو ما كانتش جاهزه قريب هيفضل كل شويه يعمل لها مشاكل. بس طبعا هو ما بيكونش قاصد كلامه ده، خصوصا انه من اول اللحظه دي بيفضل يظهر لها ويطاردها، لدرجه انهم في مره بيخبطوا في بعض وبيقعوا بشكل رومانسي. فبتستغرب دالي من تصرفاته وبتساله هو بيعمل ايه هنا، فبيرد عليها وبيتحجج بانه لازم كل شويه يظهر قدامها علشان يتاكد انها مش هتهرب بالفلوس بتاعته، وبيفكرها مره تانية ان علاقتهم عباره عن شغل وبس، وهتنتهي لما تسدد الديون اللي عليها. بس هو اسلوبه بيكون واضح قوي، خصوصا لما بيروح وراها في المول علشان تشتري شويه حاجات، وبيفضل مراقبها طول الوقت وبيبقى واضح قوي انه معجب بيها. ولما بتدخل دالي محل علشان تشتري جزمه جديده بتكتشف ان البطاقه البنكيه بتاعتها موقوفه، فبيظهر شخص اسمه تاي في الوقت ده وبيبقى عايز هو يدفع لها، وبنعرف مع بعض ان تاي يبقى حبيب دالي القديم وانه بعد عنها قبل فرحهم بكام يوم، وعلشان كده دالي بترفض مساعدته وبتستغل ان جين موجود وبتتظاهر بان هما الاثنين مرتبطين، وطبعا هو ما بيصدق اصلا وبيكون مبسوط، فبيكمل معاها التمثيليه لحد ما بيمشوا من المكان. وتاني يوم بتتفاجئ دالي ان في اشخاص جايين يهجموا على المعرض بتاعها، وبيبقوا هما كمان ليهم فلوس عند والدها، فبيفضلوا يخربوا المكان وبيبقوا عايزين يصادروا اي حاجه ليها قيمه علشان يرجعوا بيها الفلوس بتاعتهم. ولما بتحاول دالي تقف قصادهم وتمنعهم بيتهور واحد منهم وبيبقى عايز يضربها، لكن بيظهر جين في الوقت ده ويدافع عنها طبعا، وبيكون على وشك انه يكسر دراع الشخص ده. وفي النهايه بيعرفهم انه بقى المدير الجديد للمعرض، وبيقول انه هيرجع لهم فلوسهم ومن اللحظه دي مش عايز يشوفهم هنا تاني. ولما بيقعد مع دالي بعدها بيكتشف انه اتسرع شويه في الخطوه اللي خدها، خصوصا ان المبلغ اللي المفروض يدفعه كبير جدا، بس طبعا بيكون قد كلمته وبيقول لها ان هيدفع لهم الفلوس. وبعدها بتتكلم دالي معاه بخصوص انه قال انه هيبقى المدير الجديد، فبيعرفها جين ان مفيش حل تاني قدامها وان دي اقل حاجه تعملها علشان ترد له جزء من اللي بيعمله علشانها، فبتوافق دالي. ومن اول اللحظه دي بيكون جين مدير المعرض بتاعها. وللاسف حياه دالي في الفتره دي بتكون سيئه جدا، وبتبقى باعت كل حاجه علشان تقدر تسدد جزء من الديون اللي عليها، لدرجه ان ما بيكونش عندها حتى بيت تعيش فيه، فبتروح تدور على فندق صغير تكون تكلفته قليله، وبالفعل بتلاقي واحد بس بيكون شكله مخيف قوي. وفي الوقت ده دالي ما بيكونش معاها اي فلوس غير مرتبات الموظفين اللي شغالين معاها في المعرض، فبتدخل لغرفتها في الفندق وبتستعد علشان تنام، بس للاسف بيجي حرامي وبيدخل المكان وبيبقى عارف ان معاها فلوس، فبيضربها وبياخد كل اللي معاها وبيهرب بسرعه، وبكده يبقى وضع دالي ازداد سوء، وفعلا ما بتكونش عارفه تعمل ايه. وتاني يوم لما بيعرف جين اللي حصل بيدخل لمكتبها وبيكون قلقان عليها جدا، واول ما بيشوف الاصابات اللي موجوده على جسمها بيتخانق معاها وبيقول لها ان هي ما كانش المفروض تدخل في خناقه مع الحرامي، وبيبدا يلومها على انها ما اديتوش الفلوس وخلاص، وبيقول لها ان حياتها اهم من كل حاجه وان الفلوس ملهاش لازمه. فبتتضايق دالي من كلامه وبتبقى مستغربه قوي، وبتساله ازاي الفلوس ملهاش لازمه وهو اصلا موجود في حياتها حاليا علشان بس ياخد الفلوس اللي والدها كان مستلفها منه. وعلى الرغم من ان كلامها ده ما بيكونش حقيقي وان جين بيبقى مستغل الوضع علشان بس يفضل قريب منها، لكنه مش بيصارحها بالحقيقه وبيقول لها ان هو معاها في كلامها، وبيقول لها كمان ان كل اللي مهتم بيه هو الفلوس، وعلشان كده هو عايزها تبقى كويسه لحد ما ترجع له الفلوس مش اكتر. هو بيفضل مخبي عنها انه مهتم بيها وانه مستعد يعمل اي حاجه علشانها. وتاني يوم في المعرض بيستقبلوا كلهم خبر غريب قوي، وهو ان في اعمال فنيه كتير اختفت ومش لاقيينها خالص، فبيروحوا بسرعه يدوروا عليها في كل مكان، وللاسف الاعمال الفنيه دي بتكون غاليه جدا، وفي النهايه مش بيقدروا يلاقوها وبيفكروا ان في حد سرقهم. فبيجي جين يتكلم معاهم وبيبقى متعصب قوي لانهم مش قادرين يحافظوا على امان المعرض، وبيكلمهم باسلوب وحش طبعا، فبيروحوا بعدها علشان يراجعوا كاميرات المراقبه ويعرفوا ايه اللي حصل، وهنا بتبقى المفاجاه، فبنشوف مع بعض جين وهو عمال يكسر الاعمال الفنيه دي وبيتخلص منها وبيرميها في الزباله. وعلشان نوضح اللي حصل بنرجع بالزمن لليوم اللي فات علشان نفهم في ايه بالظبط. فبنروح لجين وهو موجود في المعرض لوحده وكان عمال يفكر يعمل ايه علشان يصالح دالي ويخفف عنها، وبالصدفه بيلاقي صناديق واكياس موجوده على الارض، وعلى طول بيخمن انها زباله مش اكتر، وطبعا ما بيكونش عارف ان دي اعمال فنيه غاليه قوي، فبيقرر انه يكسرها علشان يقلل حجمها ويرميها في الزباله، وبيبقى فاكر انه كده بيساعدهم في المعرض وما يعرفش ان دي اكبر مصيبه بيعملها. فبنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوفهم وهم بيدوروا في الزباله على الحاجات اللي رماها، بس طبعا كلهم بيبقوا متكسرين خلاص. وفي الوقت ده بتيجي الفنانه اللي صممت كل الاعمال دي، واول ما بتشوف اللي حصل للفن بتاعها بتتعصب وبتبقى حاسه باهانه كبيره قوي، فبتقرر انها توقف دعمها للمعرض، وبتطلب من دالي ترجع الاعمال بتاعتها في اقرب وقت. ولما بتقعد دالي مع جين بعد كده بيكون مكسوف منها طبعا وحاسس انه سبب لها مشكله كبيره، فبيتكلم معاها علشان يعتذر لها، بس فجاه بيجي لها تليفون من اسم الشرطه وبترد عليه، فبيروحوا هما الاثنين مع بعض للاسم علشان يعرفوا فيه ايه، وهناك بتكتشف دالي انهم قبضوا على المجرم اللي سرقها وضربها. واول ما بيدخل جين بيسمع المجرم وهو بيقول انه كان المفروض يقتلها مش بس يضربها، فبيتعصب جين جدا وبيمسكه وبيبقى على وشك انه يضربه، لكن دالي بتطلب منه يتحكم في اعصابه وما يضربوش. وفي الوقت ده المجرم بيستفزه اكتر وبيقرر جين انه يضربه خلاص، لكن دالي بتقرب منه وبتحضنه علشان تمنعه من انه ياخد الخطوه دي، وبالفعل جين بيهدى وبيسيبه من غير ما يضربه. وبعدها بيكون جين عايز يصلح كل اللي هو عمله، فبيروح يزور الفنانه اللي كسر الاعمال بتاعتها وبيفضل يعتذر لها علشان تسامحه
وترجع الدعم بتاعها للمعرض، ولحسن الحظ انها بتوافق وبتقوله انها تبعت اعمال فنيه جديده للمعرض بتاعهم. وعلى الجانب الثاني ما بتكونش دالي عرفت اللي حصل، فبتروح هي كمان تزور الفنانه علشان تعتذر لها، لكن الفنانه بتعرفها ان جين كان موجود قبلها وانها بالفعل وافقت على ان دعمها يرجع تاني للمعرض. فبتفرح دالي جدا طبعا، وبتقرر تعمل حدث كبير في المعرض علشان تستغل الاعمال الجديده دي وتجيب زوار كتير. وبالفعل يوم الحدث بنشوف انهم قدروا يحققوا نجاح ضخم، وبنشوف ان الزوار والصحفيين بقوا موجودين في كل مكان وبيقدروا يحققوا ارباح ضخمه يومها. وفي نهايه اليوم بيقعدوا هما الاثنين مع بعض، وطبعا كل المشاكل اللي بينهم بتبقى اتحلت خلاص، فبيتكلموا سوا، وبيبدا جين يحس براحه كبيره وهو قاعد معاها. فبيحكي لها عن حياته الخاصه وبيقول لها اسرار كتير عنه، وبيبدا يكلمها عن وفاه والدته، وطبعا بيتاثر جدا وهو بيتكلم، ودالي بتكون حاسه بيه وعايزه تساعده، فبتمسك ايده وبتعرفه ان والدته دلوقتي اكيد فخوره بيه وبتقرب منه بشكل رومانسي علشان تخليه ينسى الحزن ده وتعرفه ان هي معاه. بس تاني يوم بيظهر تاي حبيبها القديم من تاني، وبيبقى واضح كده انه عايز يرجع لها، فبيتكلم معاها وبيقول لها انه عايز يساعدها باي طريقه، وبيعرض عليها تفضل عايشه في البيت بتاعه وانه هيسيبها لوحدها. فبتستغرب دالي من كلامه وبتساله هو ليه عايز يساعدها رغم انه اتخلى عنها زمان، وهنا بيعرض عليها انهم يرجعوا لبعض ويعيدوا قصه حبهم من تاني. بس دالي بترفض طبعا وبتحس انه بيلعب بيها، وعشان كده بتمشي وتسيبه. وتاني يوم بنشوفها وهي قاعده مع جين في المكتب، وبيبقى واضح انها زعلانه منه، فبنعرف انها اكتشفت ان الحدث اللي عملوه في المعرض ما كانش فيه حد هيجي يحضره، ولا زوار ولا حتى صحفيين، لكن جين دفع فلوس كتير للناس علشان تحضر الحدث ده وبالتالي يعمل حمله اعلانيه. فبتتكلم معاه دالي وبتكون متضايقه، وبتقوله ان المفروض الزوار يجوا المكان علشان حابين الفن اللي بيتعرض فيه، مش علشان هو يدفع لهم فلوس. وطبعا هو بيشرح لها ان نيته كانت كويسه وما كانش يقصد حاجه، لكنها بتفضل متضايقه. ولما بترجع البيت اللي هي قاعده فيه حاليا بتتفاجئ ان الباب مفتوح، وعلى طول بتفهم ان في حد دخل المكان واكيد يبقى حرامي. فبتدخل بالراحه وبتلاحظ ان المكان كله متبهدل ومفيش حاجه في مكانها، فبتبدا تقلق لاحسن يكون الحرامي لسه موجود. لكن فجاه بيظهر جين من وراها وبيطمنها ان هو، وبيبداوا يفهموا مع بعض ايه اللي بيحصل. ولما بتيجي الشرطه بتلاحظ دالي ان مفيش اي حاجه اتسرقت من البيت، وبالتالي بتفهم ان اللي دخل البيت ما كانش حرامي عادي، وانه اكيد كان بيدور على حاجه معينه ومشي من غير ما يلاقيها. ولان جين طبعا قلقان عليها فبيقول لها ان هي مش هينفع تعيش لوحدها في المكان ده تاني، وبيطلب منها تجمع حاجتها وتيجي تعيش معاه. وفي البدايه طبعا بتكون رافضه، لكن جين بيفضل مصمم لحد ما بتوافق. وبالفعل بيروحوا للبيت هما الاثنين، وبيستقبلها جين بشكل كويس قوي، وكمان بيحضر لها الاكل بنفسه، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبياكلوا سوا لحد ما بينتهي اليوم، وكل واحد فيهم بيروح ينام في غرفته. بس بعد شويه بيلاحظ جين ان في صوت غريب جاي من غرفه دالي، فبيروح علشان يطمن عليها، وهناك بيكتشف انها بتحلم بكوابيس، فبيصحيها علشان يطمن انها كويسه، وهي بتكون حزينه قوي لانها افتكرت كل الحاجات الوحشه اللي حصلت لها، وكمان الفتره السيئه اللي هي بتمر بيها دلوقتي. فبيفضل جين معاها وبيحاول يهون عليها بكل الطرق، ومع الوقت بيبداوا يتكلموا بخصوص المشاعر اللي ما بينهم. وهنا بتقول له دالي بشكل صريح انها مش هتقدر تقرب منه او ترتبط بيه، فبيسالها جين اذا كانت لسه متعلقه بحبيبها القديم تاي، لكن هي بتعرفه ان علاقتهم انتهت من زمان وانها مستحيل ترجع له، وبتقول له انها رافضه تقرب منه لانها بقت خايفه من الحب وما عندهاش الجرأه تكرر حاجه زي دي مره ثانيه. وبتفضل تحكي له قد ايه هي اتكسرت من بعد اخر مره، وبتفهمه ان المشكله مش فيه هو. فبيرد جين عليها وبيعرفها انه مش متضايق، وبيقول لها انه هيفضل مستنيها لحد ما تعرف انه مختلف، وكمان تبقى مستعده تاخد خطوه زي دي. ومع مرور الايام بنروح مع بعض الحدث مهم في المعرض بتبقى دالي عاملاه علشان تساعد الاطفال كنوع من الاعمال الخيريه، وطبعا جين بيبقى موجود معاها وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعدها ويخلي اليوم ماشي بشكل كويس. وبالفعل اليوم بيبقى مختلف جدا، وبنلاحظ ان هما الاثنين طول الوقت بيبقوا مع بعض ومبسوطين قوي، وده على عكس تاي اللي بيكون واقف من بعيد وشايفهم، وطبعا بيبقى حاسس بالغيره بشكل كبير وعايز يعمل اي حاجه علشان يبعدهم عن بعض. وعلشان كده بيطلب من دالي انهم يتقابلوا بعد الحدث ده، وبالفعل بياخدها وبيروح المطعم، وبيبقى باين عليه انه ناوي يبوظ علاقتها مع جين. وبالفعل بيبدا يتكلم معاها عن اسرار هي ما تعرفهاش، فبيقول لها ان عيله جين بتستثمر في المنطقه اللي موجود فيها المعرض بتاعها، وانه قريب قوي هيجبروها تبيع المعرض والا هيأذوها، وده لانهم محتاجينه علشان يوسعوا الشركات بتاعتهم. وبيبدا يخليها تشك في جين ويحسسها انه ممكن يبقى بيستغلها، فبتتصدم دالي من كلامه وما بتكونش مصدقه اللي هو بيقوله. ولما بيعرف جين ان الكلام ده وصل لدالي بيستغرب طبعا، وبيبقى عايز يتاكد منه، فبيروح يقابل والده وبيساله اذا كان فعلا بيخطط علشان يشتري كل الاراضي اللي حوالين المعرض، وللاسف بيصرحه وبيقول له ان الكلام ده حقيقي، وبيعرفه كمان ان اخوه شغال معاه على المشروع ده وانهم مش ناويين يتراجعوا عنه ابدا. فبيتعصب جين وبيقول لهم ان ده شيء مش كويس، وبيعرفهم ان المعرض مهم قوي بالنسبه لدالي وما ينفعش ياخدوه منها غصب عنها، وبيحذرهم انهم لو خدوا الخطوه دي فهيبعد عنهم تماما ومش هيعتبرهم اسرته. ولما بيمشي بعدها بيقابل دالي، وبيبقوا هما الاثنين متضايقين من بعض، هي بتكون متضايقه منه علشان موضوع الاراضي اللي اسرته بتشتريها، وهو بيبقى متضايق منها علشان عارف انها قعدت مع تاي لوحدهم وهو اللي قال لها الكلام ده. بس في النهايه بيضطر جين انه يقعد معاها ويفهمها كل اللي بيحصل علشان يعرفها انه
مش بيستغلها زي ما هي فاكره، فبيبدا يحكي لها اللي بيحصل وبيأكد لها انه واقف في صفها هي وانه هيعمل كل اللي هيقدر عليه علشان يحافظ على المعرض. وبالفعل من اول اليوم ده بتفضل اكتر حاجه شغله بال جين هي موضوع الاراضي اللي بتتباع، ولما بيدور اكتر في الموضوع بيعرف ان اللي مسؤول عن كل ده يبقى سياسي مشهور وعايز يشتري المنطقه كلها علشان يوسع الشركات بتاعته بطريقه مش قانونيه. ولما بيجمع الادله المناسبه بيستغل الموقف وبيعرضها للصحافه وبيقدر يفضح السياسي ده وبيحطه في موقف سيء جدا قدام البلد كلها، وبكده يبقوا قدروا يتخلصوا من جزء كبير قوي من المشكله اللي بتواجههم. وعلشان المناسبه الحلوه دي بيتقابلوا هما الاثنين علشان يحتفلوا مع بعض، وطبعا دالي بتبقى مبسوطه علشان المعرض بتاعها هيفضل موجود ومحدش هياخده منها. وعلى الجانب الثاني جين بيبقى سعيد بده لكنه بيبقى حاسس ان المشكله ما خلصتش كده وان في حد غالبا ورا كل اللي بيحصل ده، والمفاجاه انه فعلا بيبقى معاه حق. وبنعرف ده مع بعض لما بنشوف السياسي وهو رايح يقابل كبير اللعبه دي، وبنكتشف انه يبقى تاي حبيب دالي القديم، وبنعرف انه كان بيخطط ياخد منها المعرض من زمان وانه اصلا مش مهتم بيها وكل اللي عايزه هو انه يوسع اطار شركته في السر. فبترجع المشاكل تواجه دالي من تاني، وفي مره بنشوف عمها بعد ما رجع من السفر وعمل لقاء صحفي علشان يكشف فيه عن سر كبير، وبيفاجئنا كلنا وبيعرف الصحافه ان دالي ما تبقاش من عائلتهم اصلا وان والدها اللي هي ورثه منه المعرض كانت بناها من صغرها علشان يعتني بيها. ولما بنروح لدالي في الوقت ده بنشوفها وهي بتبيع شويه لوحات من المعرض بتاعها علشان تجيب منها فلوس وتقدر تسدد جزء من الديون اللي عليها، لكن عمها بيوصل في الوقت ده وبيمنع اللي بيحصل وبيقول لها ان هي ملهاش حق تبيع اي حاجه من المعرض بتاعهم. ولما بيقعد يتكلم معاها بيفكرها بحقيقتها وانها مش من اسرتهم اصلا وبالتالي هي ملهاش حق تتحكم في اي حاجه، وبيفضل يتكلم معاها باسلوب وحش لحد ما بتعيط وما بتكونش عارفه تعمل ايه. واول ما بيشوف جين الخبر والكلام اللي عمها قاله بيبقى متاكد ان هي حاليا حزينه وبيجري بسرعه علشان يقابلها ويخفف عنها، فبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها في المعرض وهناك بيتكلموا مع بعض. وبنلاحظ من اسلوب دالي انها خايفه ومحرجه تتكلم معاه وبتبقى فاكره ان جين لما يعرف حقيقتها شعوره هيتغير تجاهها، فبتساله اذا كان لسه عايز يتكلم معاها بعد ما عرف انها بنت متبناه. وهنا بيستغرب جين كلامها جدا وبيقول لها ان ده مش هيغير اي حاجه ما بينهم وانه لسه شايفها زي الاول. وبعدها بيقرب منها وبيمسك ايديها علشان يطمنها انه هيفضل معاها دايما. وعلى الجانب التاني بنشوف تاي بعد ما عرف الخبر اللي انتشر وبيبقى جاي هو كمان علشان يزور دالي ويقف جنبها، بس الفرق ما بينه هو وجين ان جين بيبقى عايز يقف جنبها لانه مهتم بيها فعلا وبيحبها، اما هو فبيكون عايز يستغلها وبس. فلما بيوصل تاي بيشوفهم هما الاثنين واقفين مع بعض وكمان جين بيبقى حاضنها، فبيعرف ان كده خطته بتبوظ وانه مش هيقدر يقرب منها علشان يتحكم فيها، فبيتصل برجالته وبيبقى باين عليه انه ناوي على حاجه مش كويسه. بس على الرغم من كل ده ولحسن الحظ ان الامور في المعرض بتكون مستقره الى حد ما، وكمان بيبقوا قدروا يحققوا ارباح يسدوا بيها ديون كتير قوي من اللي عليهم، لكن جين مش بيبقى مبسوط بالوضع خصوصا ان الارباح دي قليله وهو مش راضي عنها، فبتتخانق معاه واحده من الموظفين وبتقول له ان المفروض يبقى فرحان لان الحال اتغير قوي عن زمان. وفي النهايه بيدخلوا هما الاثنين في خناق مع بعض وبتبقى مضحكه قوي. ولما بيتجمعوا بعدها بيعتذر جين للموظفه وده علشان دالي ما تتضايقش مش اكتر، وكمان بيقرروا انهم يتقابلوا في مطعم علشان ياكلوا مع بعض بحيث يحتفلوا بالوضع الحالي وانهم قدروا يتغلبوا على مشاكل كتير قوي. بس للاسف ما بيكونوش عارفين ان في مشكله جديده هتواجههم هناك لحد ما بيشوفوا خبر غريب على التلفزيون، وهو ان والد دالي كان عامل المعرض بتاعه علشان يستغله في بيع المخدرات. وطبعا مش محتاجين نقول ان اللي ورا الاخبار دي يبقى هو تاي حبيبها القديم. فبنروح له في الوقت الحالي وبنشوفه هو قاعد مع عم دالي وبيحاول يضغط عليه وبيقول له انه يقدر يمحي كل الاخبار اللي بتسوق سمعه عيلته دي، لكن في المقابل هو لازم يقنع دالي تتجوزه. بنعرف خطه تاي وبنفهم انه بيسوق سمعه عيله دالي علشان يضغط عليهم ويجبرها تتجوزه وبالتالي هيقدر يتحكم فيها والمعرض يبقى بتاعه هو، وده غير انه مش عايز حد تاني ياخدها منه علشان غروره. وتاني يوم بتكون دالي في المعرض وبتتفاجئ ان الشرطه جايه تجمع كل حاجه موجوده علشان تفتش فيها وتتاكد ان ما فيهاش مخدرات، وطبعا هي بتبقى مصدومه من اللي بيحصل وبتفضل تتفرج عليهم وهم بياخدوا الاعمال الفنيه وبتبقى حاسه بخيبه امل كبيره قوي وحرفيا مش عارفه تعمل ايه. وكالعاده بيظهر تاي علشان يمثل دور الطيب وبيجي يتكلم معاها علشان يفهمها انه موجود وانه قادر يخلصها من كل المشاكل دي، بس هي توافق ترجع له، فبيقول لها انه موجود لو احتاجت اي حاجه، بس هي بتبقى رافضه المساعده منه ومستحيل ترجع له تاني. وبعد كده بتروح تقابل عمها اللي بيكون عايز يشوفها، ولما بتقعد معاه بيفتحها في موضوع ارتباطها بتاي وبيقول لها ان ده الحل الوحيد علشان يخلصوا من كل المشاكل دي، وبيفكرها ان عيلته ليها افضال كتير عليها وبالتالي هي لازم ترد الجميل وترتبط بتاي علشان يصلحوا سمعه العيله مره تانية. وتاني يوم بتكون دالي عرفت ان تاي هو اللي طلب من عمها يقول له الكلام ده، فبتروح تقابله علشان تتكلم معاه بخصوص الموضوع وبتطلب منه انه يبطل يلحقها بالشكل ده علشان مفيش اي استفاده من اللي بيحصل. وهنا بيجمع تاي شجاعته وبيعتذر لها على اللي حصل بينهم زمان وانه بعد عنها قبل الفرح بايام بسيطه، وبيحاول يضحك عليها وبيقول لها انه بيحبها وبيطلب منها تديله فرصه ثانيه علشان يقدر يثبت لها انه اتغير عن زمان، وطبعا بيعرفها انها لو وافقت فتقدر تعتبر ان مشاكلها كلها اتحلت وكل حاجه هتبقى تحت طاعه
موضوعها. وفي النهاية بتمشي دالي وهي محتارة ومش عارفة فعلا تعمل ايه، لدرجة ان وهي راجعة بتفضل قاعدة في الاتوبيس وبتفكر في اللي بيحصل لحد ما بتنام وبتنسى نفسها. وللأسف لما بتصحى بتتفاجئ ان الوقت اتأخر خالص، وكمان بتلاقي نفسها في مكان مقطوع، فبتخاف جدا وبتفضل ماشية لحد ما بتلاقي محطة، وهناك بتقعد وبتحاول تتصل بحد يجي يوصلها، بس للأسف تليفونها بيكون فاصل شحن وما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي، لحد ما بيظهر جين وبنعرف انه كان بيدور عليها طول الوقت ده، واخيرا قدر يوصل لها. فبيقرب منها وبيحضنها وبيعتذر لها عن كل اللي بيحصل في حياتها وبيوعدها انه هيفضل معاها، بس هي بتقوله انها مش هتقدر تبقى معاه الفترة اللي جاية. وقبل ما يتصدم جين من كلامها بتكمل وبتقوله انها مش هتقدر تبقى معاه الا لو ارتبطوا هما الاثنين، وبتعرفه انها بتحبه وعايزه من اول دلوقتي تبقى حبيبته بس. وطبعا هو ما بيصدق اصلا، فبيصرحها بمشاعره وبيعرفها قد ايه هو بيحبها، وبيقربوا هما الاثنين من بعض وبتبدا الحياه تبتسم لهم اخيرا. بس للاسف الحال ده مش بيدوم لوقت طويل، لان تاي اول ما بيعرف ان جين هو اللي كسب دالي في النهايه مش بيستسلم وبيقرر ينتقم. فبنشوف انه استغل سلطته وقدر ينشر الاشاعات حوالين شركات جين واسرته، وان حاليا الشرطه صادرت كل ممتلكاتهم. ولما بتعرف دالي اللي حصل بتبقى متاكده ان تاي هو اللي عمل كده علشان يفضل يضغط عليها ويخليها ترجع له، فبتروح له المكتب وبتساله بشكل واضح لو كان هو اللي ورا كل ده، لكنه طبعا بينكر كلامها وبيرفض يعترف باي حاجه. وقبل ما يمشي ويسيبها بتجيله مكالمه من شخص وبيقول له انه بعت له فيديو لازم يشوفه حالا. واول ما بيفتح تاي الفيديو بيتصدم ان كان في حد مصوره وهو بيعمل اكبر جريمه في حياته، ولو الفيديو ده انتشر فمستقبله كله هيضيع. ولما بيتصل بعدها بالشخص اللي بعت له الفيديو بنتفاجئ كلنا انه يبقى اخو جين، وطبعا بيكون عمل كده وبيحاول يهدده لان تاي خلى الشرطه تصادر كل ممتلكاتهم. فبيهدده اخو جين انه لو ما رجعش كل حاجه لطبيعتها هينشر الفيديو وهيفضحه. وفي الوقت ده بيكون جين واقف من بعيد وسامع اخوه، بس ما بيكونش فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل، وعلشان كده بيفضل يراقب تحركاته، وكمان بيركب جهاز تتبع في عربيته علشان يعرف الاماكن اللي بيروحها ويفهم هو بيخطط لايه. وفي مره بيلاحظ انه واخد عربيته ورايح مكان غريب، فبيقرر جين انه يروح وراه بسرعه خصوصا انه قلقان عليه. ولما بنروح لاخوه في الوقت ده بنشوفه انه متفق مع تاي يتقابله علشان كل واحد فيهم يسلم التاني اللي هو عايزه، وبالفعل بيتقابلوا هما الاثنين، وعلى طول بيطلب تاي منه يديله الفيديو اللي معاه علشان يتخلص منه وما يكونش فيه اي دليل على الجريمه اللي هو عملها. بس اخو جين مش بيوافق غير لما يخلصه من المشكله اللي هو فيها ويرجع شركات اسرته لوضعها الطبيعي، فبيسلموا تاي الملفات اللي تثبت براءه شركاتهم، وفي المقابل بياخد منه التليفون اللي عليه الفيديو وبيتاكد انه معهوش اي نسخ تانيه. وفي النهايه بيمشوا هما الاثنين، بس بيبقى واضح على تاي انه مش ناوي ينهي الموضوع بالبساطه دي، فبنشوف بالفعل اخو جين وهو ماشي، وفجاه بيظهروا شخصين من وراه وبيبقوا من رجال تاي، وطبعا بيبقى بعتهم علشان يخلصوا عليه ويبقى سره اتدفن معاه. بس لحسن الحظ ان جين بيظهر في الوقت ده وبيدافع عن اخوه وبيبعدهم عنه قبل ما حد يعمل له حاجه، لكن للاسف شجاعته دي بتورطه هو، وبيتصاب جين بشكل خطير وبينزف كميه دم كبيره قوي. وللاسف الشرطه بتبقى وصلت في وقت متاخر، ومع الوقت بيفقد جين وعيه وما بيكونش حاسس باللي حواليه، فبينتقل بسرعه للمستشفى، وطبعا اخوه وعيلته بيبقوا قلقانين عليه جدا خصوصا انه لازم يعمل عمليه خطيره دلوقتي. وبعد شويه بتيجي دالي بعد ما عرفت اللي حصل وبتبقى مرعوبه ان يحصل له حاجه، لكن للاسف والد جين بيقابلها باسلوب مش كويس وبيقول لها ان كل اللي حصل لابنه ده بسببها، وبيعرفها ان حياته قبلها كانت احسن بكتير وما كانش مضطر انه يدخل في مشاكل مع تاي او غيره. فبتتضايق دالي من كلامه وبتحس بالذنب على اللي حصل، وفي النهايه بتسيبهم وبتروح تقعد بعيد لحد ما تطمن على جين. ولحسن الحظ ان تاني يوم حالته بتكون اتحسنت شويه وبدا يفوق، بس برضه بيكون تعبان ومش قادر يتعرف على اللي حواليه. ولما بتعرف دالي ان العمليه نجحت وانه بقى احسن بكتير بتفرح جدا وبتبقى مصممه انها تشوفه قبل ما ترجع للبيت، لكن المساعده بتاعته بتطلب منها ترجع البيت ترتاح دلوقتي لحد ما يبقى كويس، وبعدها تبقى تيجي تزوره. وعلى الجانب التاني بنروح لاخوه وبنشوف انه كان عامل حسابه ومحتفظ بنسخه تانيه لفيديو جريمه تاي، فبينشره للصحافه وبيفضحه في البلد كلها، وبكده يبقى قدر ينتقم منه وبيخلص العالم من شره. وتاني يوم بتكون حاله جين اتحسنت بشكل كبير وبقى قادر يتكلم كمان، فبيقعد مع المساعده بتاعته وبيتكلم معاها وبيبقى عارف ان دالي جايه علشان تطمن عليه، فبيفضل يطلب من المساعده بتاعته حاجات علشان يجهز نفسه بحيث شكله يبقى حلو لما دالي تيجي. وبالفعل بتوصل دالي بعد شويه وبيبقى هما الاثنين فرحانين علشان شافوا بعض، بس اول ما بتقرب منه بتفضل تعيط لانها كانت سبب في اللي حصل له ده، لكنه بيطمنها انه كويس وبيوعدها انه مش هيخليها تقلق بالشكل ده تاني. فبتحضنه دالي وبتقول له قد ايه هي بتحبه، وبينتهي الموضوع بشكل رومانسي لدرجه انها بتقرر تبات معاه في المستشفى وبيفضلوا طول الليل يتكلموا مع بعض. وبعد مرور سنه كامله بنشوف ان حاله جين اتحسنت جدا ورجع لحياته الطبيعيه، وكمان بنلاحظ ان علاقته مع اسرته بقت احسن بكتير ووالده بقى بيعتني بيه اكتر من زمان. اما بالنسبه لعلاقته مع دالي فبعد ما قدروا يتغلبوا على كل المشاكل اللي بتواجههم ما بقاش في قدامهم غير مشاكلهم التافهه، فبيدخل جين في مره اجتماع هي عاملاه وبيفضل يتصرف بشكل مجنون شويه، ولما بتعترض دالي على اسلوبه بيقول لها ان علاقتهم مجرد شغل وانه موجود معاها بس علشان ترجع له الفلوس اللي عليها، بس دالي بتعرفه ان الموضوع ده خلص من زمان وانها
رجعت له كل الفلوس خلاص. وهنا بيفكر جين في حاجة تانية يتحجج بيها، وبيقول لها انه كان مديها ساعة لما تقابله في هولندا وهو دلوقتي عايزها، وبيبقى فاكر انها ضيعتها او باعتها طبعا، لكنها بتفاجئه برضه وبتوريله ان هي لسه محتفظة بيها. فبيخرجوا بره الشركة وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين، وكل الموظفين بيتفرجوا عليهم وبيبقى شكلهم مضحك قوي. وبنعرف ان سبب المشكلة دي اصلا انها اجلت الرحلة اللي كانت رايحاها معاه علشان كان عندها شغل مهم. فبيفضلوا الموظفين يضحكوا عليهم لحد ما بيفاجئنا جين وبينزل على ركبته علشان يصالح دالي رغم انه مش غلطان اصلا. فبيقدم لها خاتم جميل قوي وبيعرض عليها الجواز لانه بيحبها جدا، وبتوافق دالي طبعا وبتبقى مستنيه اللحظه دي من زمان. وبكده يبقى انتهى المسلسل بنهايه سعيده ورومانسيه قوي، وبيستعدوا هما الاثنين علشان يعيشوا مستقبلهم بكل حب.